شو شو جئناكم ندعوكم نمرح نلهو فهيا تعالوا فالوقت يطيب ويحلو سلام عليكم سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ظل لمعانا فالعم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم ما احلى رؤياكم نورتوا يا احبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ظل لمعانا العم يزيد يرحب بكم والف تحيه اهديها لكم شكرا 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 أحبائي شكرا شكرا عمو يزيد سعيد جدا 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 بتواجده في هذه المدينة الجميلة في هذه الدائرة الجميلة والمدن المجاورة كامل مرحبا بكم كذلك أحبائي والله للأمانة لما تصلوا بي ولاية أدرار باش نقيموا حفل في مدينة أدرار قلت لهم من غير المعقول أننا نجو الأدرار على الأقل نديروا دائرتين على الأقل تيميمون ورقان على الأقل والله صدقوني غير مديرية الشباب والرياضة والسيد الوالي ما تردوش ولا لحظة في هذا بهذا المشروع هذا إذن مباشرة بشرنا في العمل لهذا المشروع باش نجوكم اليوم وشوفوا ربي سبحانه اليوم حفل البراءة للأطفال ربي سبحانه اعطانا الشتاء اعطانا النو ربي سبحانه اذن هذا خير وفال خير علينا وعليكم ان شاء الله نجوكم بهذا الخير ان شاء الله اذن هذا الحفل تحت اشراف السيد الوالي من تنظيم مديريه الشباب والرياضه برعايه مجمع الشروق شركه رامي وشركه شيبس مهبول عمو يزيد راهو معكم اليوم مدبية تفضلوا 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 مرحبا مرحبا تفضلوا مرحبا مرحبا وش هي هذه؟ وش هو هذا بنتي؟ شهادة؟ قولي شهادة. 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 شكرا أحبائي. تفضل رئيس. إذن شهادة شرفية تقدم لعمو يزيد من طرف البراءة برعاية رعاية المجلس الشعبي البلدي لبيت رجان. الزي التقليدي للمنطقة. شكرا 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 يعطيكم الصحة إذا بمناسبة العطلة الربيعية أصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس الشعبي البلدي وممثلي المجتمع المدني وسكان بلدية رجان يشرفنا أن نمنحكم هذه الشهادة الشرفية عرفانا وتقديرا على المجهودات التي قمتم بها في إحياء هذا اليوم الترفيهي
لفائدة أطفال مدينة ركان. أحبائي لا شكر على واجب، لا شكر على واجب. احتفظونا بهذه الشهادة، احتفظونا بهذه الشهادة. شكرا شكرا. تعالوا تعالوا تعالوا، لم لابسين زي التقليدي، جو لم لابسين زي التقليدي، تعالوا تعالوا. ما نقدروش نجوا لهذه المنطقة العريقة وما نستقبلوش هاد البراعم هادو. روحي بنتي منا، روحي منا، روحي منا، روحي منا، روحي قدامها هنا. اعطونا تحية عليهم، اعطونا تحية. وصغاريت ينسى، شكرا شكرا. اذا شكرا على الهدية هذه. شفت قبيلة في الصور اللي نشرناهم في الصفحة تاع عمو يزيد، الصفحة الرسمية، أطفال كانوا لابسين الأعلام. وارا تعال تعال تعال، كانت طفلة واحدة أخرى كانت معاه لابسة الأعلام. أروح ولدي، وين راهي؟ وين؟ تعال شوفوا هذا اللباس شحال جباب. شوفوا شوفوا، أعطونا صغاريت على الجزائري ينسى. وين راهي العروسة هذه؟ تعالي تعالي تعالي. هادو شفتهم كي كنت جاي في الطريق، كي نشروهم على الصفحة قلت كي نوصل غادي نحوس عليهم. تعرفي العلم تاع من هذا؟ تاع من؟ تاع فلسطين. فلسطين، برافو برافو برافو. أحبائي ما كانش هذا صحراوي، هذا ترقي، هذا نايلي، هذا قبيلي، هذا وهراني. كاين واحد اسمه جزائري. إذا تغنوا معايا الأغنية اللي نحبها بزاف ونبغيها. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. إذا أحبائي تغنوا معايا قاعد الأغنية. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري. غنوا قاع معايا ونسى من فضلكم صغاريت على الجزائر. الله يخليكم قاع تغنوا بصحة. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغربي، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. إن هذه يدي لأبناء بلدي، من أجلك غادي أحسن من حاضري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. احنا ولاد الثورة كل ذات المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري. احنا ولاد الثورة كل ذاق المرة، واليوم راكي حرة بالشعب الثائري.
سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. لا فرق بيننا والحب لمانا، والأم أمنا بكل المشاعر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. عودوا معايا. سألوني من أكون، سألوني قلت ألا ترون إني جزائري، سألوني من أكون في الشرق والغرب، قاع سألوني من أكون، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. أطفال مدينة رجان، أحباء عمو يزيد اللي اليوم جاي يحتفل معاهم، أكون فرحانين يا أطفال، أكون فرحانين. إذن وش رأيكم؟ عبالكم عمو يزيد يطرح الأسئلة شوية، تحبوا الأسئلة؟ السؤال الأول يقول: دائرة رجان شحال فيها من بلدية وما هي؟ دائرة رجان الجميلة شحال فيها من بلدية وما هي؟ شوف الشطرة هذه، هذه كسموك بنتي، حشمتي ما تحشميش بنتي. اثنان. كسموك بنتي؟ عائشة. عائشة شحال في عمرك عائشة؟ عشقة. شحال في عمرك؟ تسعة. تسعة أيام. تسعة عشرة سنين. فهمينها، تسعة ولا عشرة دروك؟ عشرة. علاش وش مشهر زايدة باش كي تقولي عشرة؟ وش مشهر زايدة بنتي؟ زايدة في شهر تسعة ولا عشرة؟ عشرة. عشرة سير آخر كلمة هي عشرة، معلش. يلا بنتي الشاطرة، إذا بنتي شحال جبتي المعدل؟ يا عيشة نسيتي؟ تسعة. تسعة ينسوها الناس يا بنتي، تسعة يعقلوا عليها، تسعة تسعة راه معدل ممتاز، لازم تعقلي عليه بنتي. تمشي في الطريق وتقولهم أنا جبت تسعة، أنا جبت تسعة. على بالكم أحبائي في هذه الدنيا هذه كاين شيئين فقط الإنسان يقدر يفتخر بهم، زوج حوايج تقدر تزوخ بهم برك، ما تقدرش تزوخ لا بالمال لا بوش عندك لا والو، تزوخ بزوج حوايج، تزوخ بالأخلاق تاعك، بالأخلاق والتربية، تقولهم أنا عندي أخلاق عالية. وعندك شيء ثاني تزوخ به هو العلم، قلهم أنا عندي الشهادة الفلانية، تقدر تزوخ بهم فقط. إذن بنتي لازم تزوخي بالمعدل تاعك، تمشي في الطريق وتقولي لهم على بالكمش أنا جبت تسعة يا أخي بنتي. نعم. برافو. كم من بلدية في دائرة رجان الجميلة؟ اثنان. اثنان برافو. ما هي؟ ما هي؟ سالي وأنزقلوف. يا سلام. معليش ركزي، يلا يلا شكون الاولى؟ شكون هاد زوج بلديات؟ رجان. رجان و سالي. رجان وسالي برافو. تعالي عائشه، تعالي تعالي، اروحي بنتي اروحي، تعالي يلا اروحي بنتي. اذا عائشه بنتي الشاطره اللي جابت تسعه في المعدل، لازم تمشي وتقولي لهم انا يا اخي جبتي تسعه، جبتي تسعة؟ ولا في عمرك تسعة؟
ها؟ تسعة؟ خلاص. إذا عائشة عودي ذكرهم، كم من دائرة، كم من بلدية في دائرة رجال؟ اثنان. اثنان، ما هي؟ رجان. سالي. رجان وسالي، برافو، أعطيه الهدية تحا. أعطيه الهدية تحا. إذا شكراً. إذن عائشة بنتي رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذا الحفل يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفدي بها. شكراً. العفو العفو العفو، شكراً بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. إذن ما زال كاين الأسئلة، تحبوا الأسئلة؟ راكم واجدين؟ خلاص كاين الأسئلة اليوم، أم جايين؟ قبل هذا نروحوا نغنوا أغنية، هذه الأغنية تتغنى بالسلوك الحضاري، واش لازم نديرو؟ واش لازم ما نديروش؟ إذا نسمعوا مليح عمو يزيد واش يقول. طفلي أوصيك فاسمع، سمعوا معايا؟ يلا قاعد تغنوا معايا الفعل الحضاري، يلا. طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان وعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. لا تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان، لا تؤذي الحرث والزرع واتركه ينمو بأمان، واتركه ينمو بأمان. لا تكسر شيئا أو تخلع أو تتعدى على حيوان، لا تؤذي الحرث والزرع واتركه ينمو بأمان، واتركه ينمو بأمان. طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. احذر من تلويث المال، يصلح للشرب والغسل، واستعمل دوما إناء، ولا تكن طفلا مهمل، ولا تكن طفلا مهمل. احذر من تلويث المال، يصلح للشرب والغسل، واستعمل دوما إناء، ولا تكن طفلا مهمل، ولا تكن طفلا مهمل. طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات، فامسكها حتى ترميها في سلات المهملات، في سلات المهملات. النفايات لا تلقيها في الشارع أو في الطرقات، فامسكها حتى ترميها في سلات المهملات، في سلات المهملات. طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. برافو برافو، شكرا. طفلي أوصيك فاسمع، احذر من عمل الشيطان واعمل أعمالا تنفع، فالأخلاق هي العنوان. أعطوا لي العريس هذا، أروح ولدي تعال أروح. أنا نبغي الأطفال اللي يزينوا كي يجوا الحفل عمو يزيد، نبغي الله غالب. سقد الكوستيم تاعك، كي سموك؟ ريان. ريان، شحال في عمرك ريان؟ الزاوي. ها؟ شحال في عمرك؟ سنين. ست سنين. هذا تاني اليوم راكم قاع عرسان. اروح 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 اروح. خوك هذا ماشي خوك، كي سموك؟ كيفاش كي سموك؟ ها؟ هل من مترجم؟ قل لهم. بابي
خلاص هيا روح اقعد معنا انا. ديروا لها بلاصه يلا ديروا لهم مكان وسعوا شويه فوالا هيا شدوه معكم هنا تقعد هنا هيا اقعد مع مو يزيد. البراءه تتكلم احبائي. والله يا عمو يزيد يتشرف بالمحبه تاعكم هذه، ولازم تكونوا متيقنين انه عمو يزيد يبادلكم نفس الشعور. وحنا رانا هنا اليوم باش نربي ولادنا بالطريقه السليمه، وحضوركم هنا يا اولياء مع الاطفال خير دليل على ان الاولياء على درايه باحتياجات الطفل، على درايه بتربيه الطفل. كيفاش تكون تربيه الطفل؟ تكون بالمرافقه. اذا احبائي واش رايكم دركا؟ تعرفوا الاغنيه تاع ويلاتي يا ويلاتي ستعاقبني معلمتي؟ تنقى معايا ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي. استنى نقول لكم حاجة، على بالكم بلي أنا دايرين مسابقة تاع التفاعل مع الحفل تاع عمو يزيد، كل مدينة نعطوها نقطة في الأخير. اليوم مدينة رقان ما تديش 10 على 10 ولا كيفاش؟ تدو 10 على 10، إذا لازم تفاعلوا مع الحفل. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلاتي برافو برافو برافو. يلا تغنوا كاع معايا، نحب نسمعكم كاع تغنوا يلا. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو 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 برافو. شكرا شكرا احبائي.
لازم تحتفظوا وتذكروا المقطع الأخير اللي يقول من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. أحبائي، يا أحبائي، الواجبات لازم تديروها بانتظام، ما تخليش حتى الواجبات تتراكم عليك. لازم تراجع الدرس تاعك في نفس اليوم يا أخي. أحبائي، أحبائي، سؤال ثاني، يلا، تحبوا الأسئلة؟ تبغوا الهدايا؟ تبغوا الأسئلة؟ تبغوا الهدايا؟ الهدايا أكثر. يلا أحبائي، ولاية أدرار تحدها دولتين. على حدود ولاية أدرار كاين دولتين، ما هي؟ كم هي؟ قلت لكم دولتين، معلش خلاص، أنا جاوبت على أنا جاوبتكم على نص تاع السؤال. يلا نورمال نقول لكم كم من دولة وما هي، معلش، دولتين، ما هي؟ شوف الشاطر هذا، واسمك ولدي؟ كمين أكرم. أكرم، الله يبارك أكرم. شحال في عمرك أكرم؟ 12 يوم؟ 13 سنة. سمى واحد يقول لي 9 من بعد يقول لي 10، تقول لي 12 من بعد 13، فهموا. هنا عندكم زوج تواريخ الميلاد؟ لا. شحال في عمرك أكرم؟ 13. جاب لي ربي هنا كاين تاريخ رسمي للميلاد وكاين تاريخ اللي تسجلوك فيه، ولا كيفاه؟ 13. هكا 13 سير. آخر كلمة؟ إيه. يلا آخر كلمة، شحال جبت معدل أكرم؟ 9. 9 على 10؟ على 20. 9 على 20. لا لا معليش معليش، شوف أكرم ولدي، معليش، شوف أنا عبلني. لا لا أكرم أكرم، اسمع لي مليح، اسمع لي مليح ولدي، اسمع لي مليح أحبائي، ما هوش عيب أنه الإنسان يتعثر، ما هوش عيب، بالعكس، ولكن العيب على بالكم وش هو؟ أنه الطفل والتلميذ لما يتعثر ما ينوضش، هذا هو العيب. إذن اليوم تعطينا وعد باللي رايح تثابر في الدراسة ورايح تجيب نتائج جيدة إن شاء الله، وتعطينا وعد هنا أكرم. إيه إن شاء الله. تعطينا وعد إن شاء الله. إذن ولدي أكرم، لازم تدير الواجبة تاعك في وقتها. إيه. لازم تنظم وقتك بين اللعب واللهو. نعم. والجد كذلك يا أخي. إيه. يلا الله يبارك ولدي. إذن ولدي، ما هي الدولتين التي تحد ولاية أدرار؟ مالي والنيجر. لا 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 يا ابني، لا لا. يلا شكون اللي عنده الجواب؟ شكون اللي عن، شوف الشاطر هذا، هذا هذا. المغرب وليبيا. كيفاه المغرب وليبيا؟ يا وليدي المغرب راهي منا وليبيا راهي منا، كيفاش يتحدوا؟ احبائي راكم تقراوا الجغرافيا شويه. نعم تقراوا. داكور معليش، نتعرفوا بك ولدي، كي سموك؟ الصغير عبد الرؤوف. عبد الرؤوف، شحال جبت معدل عبد الرؤوف؟ 16.64. 16، الله يبارك ولدي، الله يبارك، الله يبارك، شاطر شاطر، بتوفيق ربي نجحك ان شاء الله. عاود فكر مليح، ما هي الدولتين اللي تحد ولاية أدرار؟ لا يوجد. لا يوجد، معليش، لا لا يوجد ولدي، يوجد ولدي، خلاص شوف الشاطرة هذه. واسمك بنتي؟ لا 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 لا، الله يبارك بنتي. بنتي شحال في عمرك؟ 9. 9 أيام؟ ها؟ 9 أعوام. ها 9 أعوام، الله يبارك بنتي، الله يبارك. شحال جبتي المعدل؟ لا لا 7. 7 على 10 يا أخي، على 10، تخوفونيش ما تخوفونيش، أنا نبغي اللي يقراو مليح، أنا أصدقائي الأطفال لازم يقراو مليح، أنا نبغي المثابرين، معليش اللي يتعثر في المعدل لازم يعاود يقوم ويجيب نتائج ويرفع التحدي. أحبائي بنتي لالا، شحال كاين؟ لا كاين اثنين جاوبت عليهم أنا، ما هي الدولتين اللي تحد ولاية أدرار؟ تونس. بنتي بنتي اسمعيني مليح، أدرار جاية في الجنوب الغربي، تونس جاية شرق الجزائر، تكون مالي. زيدي الصحراء الغربية. لا لا
لا لا يا بنتي لا 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 لا. شوف شطرة هذه. واسمك بنتي؟ أمينة. أمينة شحال في عمرك أمينة؟ 13. 13 يوم؟ سنة. سنة الله يبارك. شحال جبتي معدل أمينة؟ 11. أنت تاني تعطينا عطيتي لوالديك وعد بيتقرا خير؟ عطيتيهم وعد بلي المرة الجاية تجيبي نتائج أحسن؟ إن شاء الله. إذن ما هي الدولتين اللي تحد ولاية أدرار؟ بشار وغردايا. لا 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 بنتي لا لا، فهم السؤال نصف الجواب. الدولتين، كاين دولتين. شوف الشطرة هذه. واسمك؟ آلاء. آلاء كما أكتبها. الله يبارك بنتي الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 8 سنوات. 8 سنوات، شحال جبتي معدل؟ 8.54. اسمها 8 سنوات جيبي 8، بعد 9 سنوات جيبي 9، براسك 10 سنوات جيبي 10، ياك؟ الله يبارك بنتي. ما هي الدولتين اللي تحد ولاية أدرار؟ مالي وموريتانيا. عاودي؟ مالي وموريتانيا. موريتانيا. مالي وموريتانيا، تعالي بنتي، برافو برافو أحبائي. برافو برافو. ولاية أدرار يحدها ولاية دولتين أحبائي. تعالي. ولاية أدرار الجميلة. ولاية أدرار هي كبيرة، راهي مساحتها قد قارة. الله يبارك. عاودي ذكرني باسمك. آلاء. آلاء، أعطيني الهدية تاع آلاء. عاودي قول لهم ما هي الدولتين. مالي وموريتانيا. موريتانيا. مالي وموريتانيا، أعطيني الهدية تاعها. إذا بنتي شيبس مهبول راعي هذا البرنامج وراعي حصة مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها بنتي. شكرا. العفو العفو، بالتوفيق بنتي بالتوفيق. يلا بالتوفيق. أحبائي أحبائي، لازم الجغرافيا، لازم تقراو التاريخ والجغرافيا وخاصة تاع بلادنا. يا أحبائي لازم نعرفوا تاريخ بلادنا وجغرافية بلادنا، هذا الشيء مفروغ منه يا أخي. أحبائي واش رأيكم دركا نغنوا؟ عمو يزيد يحب فعل الخير ويحب الصدقة، أغنية الصدقة. نقول فيها: إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات. تغنوا معايا أغنية الصدقة. يلا أحبائي، فعل الخير في المجتمع مهم جدا جدا جدا. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات. ستغنوا قاع معايا هذه الأغنية تاع فعل الخير، عمو يزيد يحبها بزاف. يلا. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات، على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات، على الأيتام والفقراء فسارع لكسب الحسنات. من الله من الله تلقى الخير والبركات، من الله من الله تلقى الخير والبركات. تصدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا، على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. تصدق بلباس أو مال حتى لو كان قليلا، على كل محتاج سائل أو أطعم ابن سبيلا. من الله من الله تلقى الخير والبركات، من الله من الله تلقى الخير والبركات. الصدقة أنواع يا صديق، احفظها بها أوصيك، ككف أذى عن الطريق أو بسمة في وجه أخيك. الصدقة أنواع يا صديق، احفظها بها أوصيك، ككف أذى عن الطريق أو بسمة في وجه أخيك. من الله من الله تلقى الخير والبركات، من الله من الله تلقى الخير والبركات. بالصدقة تزكي نفسك، فيها سلام فيها إخاء، والله يبارك في رزقك ويصرف عنك البلاء. بالصدقة تطهر نفسك، فيها سلام فيها إخاء، والله يبارك في رزقك ويصرف عنك البلاء. من
تلقى الخير والبركات. من الله من الله تلقى الخير والبركات. شكرا شكرا أحبائي، شكرا شكرا. إن كنت من الكرماء فلا تبخل بالصدقات على الأيتام والفقراء. أحبائي فعل الخير مهم جدا جدا في المجتمع. عمو يزيد لكم أغنية، لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. أكل مال أو بلباس. صفحة 10 لعندهم الكتب، غنوا معايا. عمو يزيد يقول فيها: إن ليس لك بما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير، فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق، فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علاه أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علاه أتبرع بالصدقات، لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين، أحب الخير لكل الناس، أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو برافو برافو، شكرا. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع. لا ننساكم، أحببناكم، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم،
ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نحب عمو يزيد على الحفل الذي قام به بمدينة رقان ونشكره. إلى اللقاء. حبو يزيد، مرحبا بك عمو يزيد في رقان، إن شاء الله تعود لنا الزورة. السلام عليكم. نشكر عمو يزيد اللي جاء عندنا وفرح لنا الدراري. شكرا عمو يزيد، فرحتنا بزاف. بارك الله فيه عمو يزيد جانا رقان. مرحبا به، مرحبا به، ومدى بينا يعاودها وتكون جدة، وبارك الله فيهم على هذه المبادرة. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.